مريم، نحكيو على دور الدرة. دور الدرة كيما باقي ادوارك نتخيل، وبالك كيما حياتك الشخصيه، برشا يقولوا لي فما ديما غموض يحوم حول حياتك الشخصيه وادوارك. شيء هذا تحس به معناتها بالكل على الاخر انا ترانسبارون، ما فماش غموض بالكل. عمري في حياتي ما كنت انسانه غامضه، يعني لا على حياتك الشخصيه ولا في ادوارك، كل شيء ترانسبارون. ما تحسش هكا مش سسبانس، هو اكثر من غموض، يعني ديما هكا شخصياتك وكاينهم يدبروا في حاجه شريره وفي نفس الوقت اي ما تعتبرش نفسك تمثل في ادوار اشرار؟ ليه بالكل بالعكس عمني والملك رجل ليه بالكل عمني. بالكل خاطر اولا ساعة انا كشخصيه هذه اللي دافيا برشا نجمش كون شريره معناتها هي حاجه الاولى. الحاجه الثانيه ملك عمني ول على اساس انه هي بنت عائله وهكا معناتها زعما توت اوبسيون عندها برشا حاجات باهين اي باش تكون معناتها تهني والكل. من بعد تطلع عندها مشكله، المشكله هذيك قعدت محلوله على اساس ان احنا في مكتوب اربع باش نوضحوها، يمكن ترجع لها والكل. الغموض في الشخصية معناتها في التمثيل في الفكرة متاع المنتج ومتاع المخرج، مش فيا أنا. أنا نأدي في الأخر معناتها الحكاية اللي تتطرح لي، نحاول أنه نتقمص شخصية من علاش أنا معناتها كان نجحت كنا ممثلة ناجحة. أما طلع عليك الغموض هذا، لاحظت وانتي شيء هذا بالك شيء دي تلعب علي؟ لا مش نلعب عليه بيان سور. ساعة اولا كيبدا دور معناتها يلزمني انا نشوفه من مختلف الجوانب، نشوف كيفاش ندخل ونشوفه، وعملية كاستينج لازمها تنجح معناتها. اما ما فيهش غموض، حتى دور متاع درة بالكل ماهوش غامض معناتها. درة الحكاية متاعها اللي هي فتاة زيدا بنت عائلة معناتها وقرات ولات طبيبة، قرات عند فوالا عند طبيب اللي هو، وانت تعرف مليح اللي ديما كانت معناتها ان جينيرال ديما فما العلاقة الجدلية ما بين التلميذة واستاذها. وبرشا ناس معناتها كي تسألهم كيما عندهم قصة حب مع ابن الجيران، كيما عندهم قصة حب مع الاستاذ حتى كان من طرف واحد معناتها. دونك العلاقة هذيا ديجا معناتها كلاسيكية. اولا ثانيا درة نشوفه مثلا في السيكونس الأولانية اللي هي تقول له أنا الناس كل خلاوني معناتها، دونك هي نفهمه من وراء الأسطر اللي ربما هي ما عندهاش بو بالضبط، دونك عايشة وحدها. فطبيعي جدا أنه هي تتغرم براجل اللي هو ينجم يكينه باش ياخذ موقع على الأب. لكن تقولي مش شريرة، لكن هوني دور درة هي حبيبة فتحي الهداوي، لكن فتحي الهداوي متزوج. ايش نقولك خلينا نكمل اما كن نوضح الصورة ومن بعدك انت اسألني اللي تحب تسأله. ودي على خاطر ليه شريرة؟ ما هي شريرة بالكل، على خاطر ما عندها اصلا ما فهمش شر هنية، بالعكس هي نشوفها مسكينة برشا على خاطر زيدة مراسعة. لكن مش تفجر عائلة؟ استنى دقيقة، مش هي اللي باش تفجر عائلة، المفروض هو مسؤول معناتها، على خاطر من المفروض سيد هذية هو عنده مكانة اجتماعية، عنده سلطة أدبية عليها، هو زيدا من بعد زيدا باش معناتها توتولون من دوتر سيكونس باش تقولوا اللي انت عملت كل شيء باش نتغرم بيك. معناها ما نقعدوش ديما نحطوا اللي المرأة هي اللي باش، هو هما زوز كانوا مع بعضهم، ينجم يكون هو جاها في تخللها في حال الضعف، هي طفلة صغيرة تنجم تكون ما عندهاش تجربة كبيرة في الحياة، هو اللي الراجل معناتها اللي بالحق معناتها. ايش نقول لك، مانيش قاعد ندافع انا، راه فما فرق ما بين الواقع والتمثيل، ومش معناها انا في حياتي معناتها مع الناس هذوما. انا نفسه مريم نتذكروا كيف زاد من قبل في ادوارك، ما عنديش ادوار، عندي عمي والملك وسنيد درة. اي سامحني، في ملك وقت اللي زاد تاخذ فلوس اوكي، فما ظروف باش يتفسر. ما تسميش شريره معناتها، حتى كنت مش شرير، العباد مش شرير معناتها عبد قلبه خايف، باش تكون هي هذيك زيدة كيف واحد سرق واحد محتاج. اي هي رجل، هي ورجلها كانت محكوم عليها باحكام 10 سنوات سجن وكل شيء ربما، ومازلنا ما نعرفوش راهم بعد النهايه كيفاش باش تكون. اولا ساعه في بالك اللي في المسلسل هذيك بالذات معناتها مكتوب وقت اللي راو اللي معناتها الحلقه الاخرانيه التليفون جاء، قال امه قالت له راهو الشيكات رجعوا لك امبي، معناتها كي شكيت رجعوا امبي هي ما خدتهمش الفلوس. هي خرجت مشيت على خاطر خافت للديسيبسيون تاعو هو، على خاطر هو كان يحبها وكان مغروم بها وكل شيء، وهي منشفوز دالي متقلقه كيفاش عملت له الشيء هذاك الكل. على خاطر فما حاجه اقوى منها اللي ما نفهموهاش شنيا معناتها اللي خليتها تعمل الحاجه هذيك. شوف راهو طبيعه البشر بصفه عامه
وهذه معناتها توا كي تقرا برشا روايات وتدخل شويه وترجع تقرا فلسفه وكل شيء تفيق اللي كل انسان فيه التناقضات هذه وكل انسان فيه الخير والشر. انا شخصيا كمريم بن حسين نقول نمن اللي الحسنات تذهب السيئات، نمن اللي الخير في الاخر يلزمه يتغلب على الشر، نمن اللي الانسان يلزمه يقعد ديما يتعارك هو والشيطان حتى لين يغلبوا معناتها تدوق الحلو كما تعرف المصدر فوالا. مي اما باش تقول لي معناتها ما عندها حتى علاقه بالعبد شرير، معناتها البشر بشر ينجم فوالا ينجم يمشي وينساق في حاجه ومن بعد كيغزر المرايه يفيق بروحه راه عملت الغلطه هذيك، من بعد يرجع يطلب السماح يراجع روحه اموره فوالا هذيك هو الانسان مريم عرفت نجيو سوا خرجت منها صدقني في شرم ليه بالحق على خاطر ليه طلعت هي تقنع فيه باش يعرس بمرته اللي طلقها ومسيبه ليه مش تقنع فيه عاد اسمع تحب نزيدو نحكي شويه على دره معناتها بربي اغزر اما جوست قولي انت تقنعت به الدور هذا من اول اقتراح طول قبلت بدور الدور شوف باش نكون هما هذوما حاجات تاع كواليس اما انا باش نقولها انا كنت برانشي على مكتوب وفي مخي اللي كان باش توصل او في مكتوب ليه اللي سامي الفهري باش يخرج ربي يخلص وحده يا ربي ويمين اللي باش يخرج وباش نعملو مكتوب دونك وقت اللي جيت معناتها جاي القرار انه هو مش باش يخرج وقتها بداو يصوروا في المسلسل مسلسل هذية وقتها معناتها نعرف اللي في عملية الكاستينج ماك تعرف يحطوا لي غول اللي نقولوا معناتها هذية نجم يتماشى مع هذية نجم فلا تم الاتصال بيا معناتها البريمير اسيستون جميل نجار نوجه له تحية فكر فيا وقال انا نعتقد انه مريم تمشي مع دور هذية لانه دور يحتاج انه زعما معناتها التركيبة معناتها الخارجية على الاقل تكون في ستيل هذاك دونك وقت اللي قال لي اسمع راهو باش تكون معناتها دور واحدة معناتها باش تعرف راجل متزوج وكل شيء بيان سور نحن نحشيو شوف انا وليت محترفه في المجال هذايا ونقيم زيدا من بعيد لكن زيدا انا تونسيه وبنت مجتمع محافظ وتخوفت شويه هاو باش نكملك تخوفت شويه من قلت له ليه ما انا عليه تحطني في القلب هذايا ويمشوا العباد يستخيلوني هكايا وكل شيء من بعد وقت اللي كلمني المنتج فضل بن عمار كلمني لافي خاطر هو يمكن يظهر لي سمعت اللي كنت مترشحت له حد اخر ومن بعد ما نعرفش حد مش معروف ومن بعد ارتقوا وقالوا لي الكاستينج راهو يلزموا فلانة دونك كلمني مشيت خذيت سيناريو باش نقراه كي خذيت سيناريو كان عندي ما اخذ على بعض الاشياء اللي تم تعديلها من بعد معناتها بالتوافق مع يعني في السيناريو مع الفريق لي مش في السيناريو في حاجات معناتها حاجه تبدا مثلا باش تصورها هنا تولي تبدل تصورها بلاصه هكا باش تخفف الوطئه نتاع الحاجات في عمق معناتها في عمق القصه اعتقد انه هذيا معناتها المراه هذيا فما منها برشا في المجتمع التونسي وهذاك علاش حبوا المرأة هي مكروهة في المجتمع اي مكروهة اما هي مسكينة زيدة معناتها هي ضحية في حد خاطر اي خاطر نحن نجمو نشوفو معناتها من زاوية اي من زاوية اكيد معناتها بنيته ومرته باش يكروها مش باش يحبوها بالكل اما نشوفو زيدة اللي سيد هذايا مثلا اليوم في الحلقة متاع اليوم هز روحه وخرج وقال لمرته اللي فما قطيعة معاها مدة سنوات معناتها هذايا دخلت وهي زيدة تقوله في حلقه من الحلقات اللي فاتت تقول له انت قلت لي اللي انت سيباري وباش تطلق سينو انا ما كنتش ندخل معاك في حكايه كيما هكايا معناتها هي ما دخلتش باش تتفرقوا على مرته ولا حاجه هي دخلت في حكايه المفروض فات ضحيه معناتها اي هي ضحيه نشوفوها دايخ في الحلقه الاولى تبكي نادمه مقهوره اما تعرف زيد اللي فما ظروف تلز معناتها عبد اذا نجم تكون تغرمت بيت نجم تكون حبته ومن بعد لقات روحها في حكايه غالطه معناتها اما على الاقل الانسانه هذيا كانت ديما تلوج على تقنين هذه العلاقة معناتها انه تردها شرعية